ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم الاربعاء 11 مايو ايار 2022. توقعات العشرية الاولى، مواليد 22 نوفمبر ل 1 ديسمبر. هتضغط على نفسك اكتر وهتتحمل كتير من الموضوعات في الوقت الحالي ده. مش هتمشي بالسلاسة اللي انت كنت بتخطط ليها، ممكن حتى عليك انك تقبل حاجات كتيرة مش عارف تغيرها. ما تسمحش لخيبة املك انها تبقى بتمنعك من انك تتقدم وتركز على كل الحاجات اللي جاية لك في طريقك. حتى لو كان الموضوع بيستغرق منك زمن اطول، هتوصل لاهدافك باصرار وصبر لو استمريت. توقعات العشرية التانية، مواليد 2 ديسمبر ل 11 ديسمبر. في تحولات كتيرة وفي تأخر كتير، هتتوقف حاجات كتيرة من غير سبب واضح النهاردة. على الرغم من انك كنت بترغب دايما في انك تغير مسارك وحابب انك تلتزم بجدولك، الموضوع لازم تبقى بتاخد مسار يبقى تحويلي اكتر، مختلف اكتر، تتجنب بيه عقبات كتيرة علشان ما تهدرش كل طاقتك في محاولات انك تتغلب عليها. ممكن تبقى بتستغرق وقت اطول في انك توصل لاهدافك، لكنك ممكن تكسب حتى مزيد من خبراتك القيمة اثناء ده. توقعات العشرية الثالثة، مواليد 12 ديسمبر ل 21 ديسمبر. طريقك وعر بشكل كبير، بيزداد صعوبة اكتر من اللي انت تصورتها لما بدأ الموضوع. ممكن يكون في شخص بيحاول انه يسنيك عن خطتك او حتى انه يحبطك، علشان كده ما تيأس وتنظر للموضوع ده كأنه عقبة بتمر بيها. هتختبر ارادتك النهاردة وهتدافع بيها عن كل خططك دي وهتمشي بيها للامام النهاردة. هتحاول انك تتكيف اكتر مع كل افكارك دي علشان تتماشى مع كل الظروف الحالية. اي من الخيارين النهاردة هيظهر ليك لو كان هدفك واقعي بيستحق عناء الوصول ليه ولا لا.